اليوم كمدرسة الفرصة الثانية للأسماء ضمن لقاء مع وفد من جماعة مارسيليا في إطار الشراكة الإطار ما بين جماعة مارسيليا وجماعة الدار البيضاء باش أننا ننطلقوا في تكوين في مجال الألياف البصرية. هاد التكوين هذا هو تكوين واعد بفرص العمل، وبالتالي فحنايا كنحاولوا باستمرار اننا نبحثوا على تكوينات مهنيه اللي تعطي اكبر فرص لليافعين وللشباب اللي منقطعين عن الدراسه واللي ما كيشتغلوش واللي ما عندهمش تأهيل مهني باش انهم يتكونوا وباش انهم يدخلوا لمجال الشغل. هاد التكوين هذا ان شاء الله غادي نبداوه في مستهل شهر اكتوبر 2024، غادي يكون عندنا الورشه جاهزه باش اننا ننطلقوا في التكوين ان شاء الله. احنا اليوم ان شاء الله تنحتفلوا بواحد الانجاز اللي درناه مع الشركاء ديالنا في المدرسه الفرصه الثانيه، اللي باش نجهزوا واحد الورشه ديال التكوين في لافيب اوبتيك للشباب اللي خارج على القطع المدرسه. وحنا في هذه المدرسه الفرصه الثانيه وحنا شركاء مع المدرسه الثانيه للاسماء اللي تنعطيهم فرصه باش يتكونوا وباش نزهجهم باش يدخلوا في سوق الشغل. وهاد لافيب اوبتيك عندها واحد المستقبل، وكاين طلب من طرف الشركات في هذا الميدان، وحنا تنربيو هذا الطلب عن طريق هذا التكوين اللي تنعطيو لهذا الشباب باش ان شاء الله يكون عندهم تكوين ويندمجوا سوسيو اقتصاديا في المجتمع.